حدث لتامر امين جدا جدا، الاعلامي الكبير، لانه صدق لما قال لي ان احنا هنهتم بعد كده بالاخبار الفنيه ومتابعه الفنانين، انما هو يجي بنفسه لحد هنا لغايه السعوديه. ده انجاز كبير بالنسبه لي ان الفن نهتم بيه في مصر للشكل ده، ان احنا نسافر ونغطي حاجه كبيره جدا تامر امين بيعملها النهارده لاول مره. انا بشكره جدا عليها، الف شكر يا تامر.